السلام عليكم جميعا، حياكم الله في ورشة عمل منظومة الفاتورة الإلكترونية المسمى بفاتورة. اليوم راح نتكلم عن الجانب التقني من المشروع والبرنامج. اليوم حيكون نتكلم باللغة العربية. الأخوان اللي مهتمين باللغة الإنجليزية راح يتم جدولة ورشة عمل أخرى إن شاء الله الأسبوع القادم. For those who is interested in an English version of this workshop, we're going to schedule another workshop إن شاء الله the next week. الورشة اليوم راح نتكلم، عندنا خمس محاور أساسية راح نتكلم عنها. في البداية راح نتكلم عن مقدمة أهدافها، بعدين راح ننطلق على نماذج عمل الفاتورة الإلكترونية والفروقات بينهم، بعدين راح نشوف تفاصيل أكثر عن المتطلبات التقنية المفروضة علينا في الفاتورة الإلكترونية. أما بالنسبة للمحور الرابع نتكلم عن الوثائق التقنية التي تم نشرها لتعطيكم تفاصيل أكثر وتقنية أكثر عن كيفية تنفيذ الفاتورة الإلكترونية. وفي النهاية راح ناخذ الأسئلة وإن شاء الله نحاول نجاوب عليها من جهتكم. طيب، في البداية ما هي الفاتورة الإلكترونية؟ احنا الفاتورة الإلكترونية نتكلم، الهدف من الفاتورة الإلكترونية أننا نحول الفواتير اللي يتم إصدارها بشكل يدوي إلى شكل إلكتروني. فنتكلم احنا عن إصدار وحفظ الفاتورة بشكل رقمي، فما ما عاد يعني يقبل اي فاتوره بشكل يدوي. وهنا نتكلم احنا عن جميع انواع الفواتير، سواء كانت اشارات دائن والمدينه، ونتكلم عن جميع انواع الفواتير باشكالها المختلفه. فلما نقول رقمنه الفواتير وتحويلها الى رقميه، بمعنى ان اي فاتوره مكتوبه بخط اليد هذه لا تعتبر فاتوره الكترونيه. اي فاتوره تم حفظها كورقه ممسوحه بالسكانر كما لا تعتبر فاتوره الكترونيه، واي فاتوره كما كتبت بطريقه يدويه في ملفات مثل البي دي اف والمايكروسوفت وورد برضو ما تعتبر فواتير الكترونيه. فاتوره الكترونيه هي فاتوره تصدر من نظام فاتوره الكتروني، وهذا الوحيد اللي هو راح يكون متوافق ان شاء الله مع انظمه الهيئه. طبعا نتكلم عن الاهداف بشكل عام، عن ايش هدف الفاتوره الالكترونيه وليش يعني المملكه ان شاء الله راح تخطو في هذا المجال. الفاتوره الالكترونيه ان شاء الله راح تعزز اجواء المنافسه العادله وحمايه المستهلك من خلال توفير اليه موحده لتوثيق وتدقيق الفواتير. راح نحاول ان شاء الله باذن الله عن طريق الفاتوره الالكترونيه محاربه الاقتصاد الخفي والحد من التستر التجاري ايضا. وبالتالي كمان في عندنا بعض التجارب ان شاء الله ناويين نطبقها باثراء تجربه المستهلك والرقمنه. فلما يصير عندي انا احول فاتوره الكترونيه راح يصير عندنا مجالات عديده في اثراء تجربه المستهلك كون الفواتير صارت رقميه. وفي النهايه ان شاء الله راح يصير في عندنا زياده في نسبه الامتثال بالالتزامات الضريبيه من خلال تعزيز التحقق من المعاملات التجاريه. هذا بشكل مبسط الاهداف الاساسيه للفاتوره الالكترونيه، ولكن في اهداف عديده ان شاء الله راح نلتمسها. طيب، ناخذ مين هم الخاضعين للفاتوره الالكترونيه. الفاتوره الالكترونيه هي يعني خاضعه لجميع المكلفين الخاضعين لضريبه القيمه المضافه. فلو ناخذ مثلا مثال انه شركه عمر مثلا المقاولات تكون بعمل توريدات خاضعه للضريبه لشركه همام، وتم الاتفاق بينهم على ان شركه همام تصدر الفاتوره الضريبيه ذاتيه بالنيابه عن عمر، ففي هذه الحاله لازم شركه عمر المقاولات ان تتاكد من الشروط والمواصفات الخاصه بالفاتوره الالكترونيه وتصدر الفاتوره بالمواصفات المطلوبه منها. طبعا المكلفين الغير مقيمين في المملكه هذول مستوى اثنين من الفاتوره الالكترونيه، ليس مجبور عليهم اصدار فاتوره الكترونيه. هذه الرحله بشكل عام للفاتوره الالكترونيه ان شاء الله. في 4 ديسمبر راح تكون عندنا، في 4 ديسمبر العام الماضي اصدرنا لائحه الفاتوره الالكترونيه، وكانت لائحه عامه بشكل عام. قبل اسبوعين تقريبا في 28 مايو اصدرنا الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنيه والقواعد الاجرائيه اللازمه لتنفيذ احكام لائحه الفاتوره الالكترونيه. طبعا الفاتوره الالكترونيه هتكون على مرحلتين، ولكن لما اصدرنا الضوابط والمتطلبات التقنيه حرصنا انه نصدر جميع الضوابط والمتطلبات للمرحلتين بحيث نجهز السوق ونجهز مزودي الخدمه بجميع المتطلبات، فما ما يتفاجئوا ان شاء الله معانا في المرحلتين. المرحله الاولى حتكون 4 ديسمبر السنه هذه ان شاء الله، وهي عباره عن فقط الزام الاصدار وحفظ الفواتير الالكترونيه، ما راح يكون فيها اي متطلبات تقنيه اخرى غير هذا الشيء، راح نتطرق فيها ان شاء الله في الشرائح القادمه. اما بالنسبه للمرحله الثانيه اللي حتكون بدايه من 1 يناير 2023، فحيبدا
الالزام بالربط والتكامل مع انظمه الهيئه، فالهيئه راح توفر انظمه الكترونيه فيقوم فيها المكلفين بربط اجهزتهم وانظمتهم التي تصدر فواتير بانظمه الهيئه. وراح نشوف بالتسلسل كيف حتكون النظام. طبعا 1 يناير راح يكون البدء، ولكن ما راح يكون كل المكلفين خاضعين او حتبدا الالزام ب 1 يناير، راح يكون على مرحله تدريجيه، وراح ان شاء الله نحاول قد ما نقدر انه الشريحه المستهدفه في اي مرحله راح تكون في على تواصل معاهم، بحيث انه يجهزوا انفسهم على الاقل 6 اشهر من الالزام. طبعا هذا التفاصيل الضوابط اللي نشرناها في 28 مايو في بدايه وقتنا، اللي هو القرار الاداري اللي يحدد الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنيه والقواعد الاجرائيه اللازمه لتنفيذ احكام لائحه الفوتو الالكترونيه ومراحل الالزام. وبالاضافه كمان اطلقنا اللي هو معايير تنفيذ الاكس ام ال او الصيغه المعترف فيها للفوتو الالكترونيه، وفيها جميع التفاصيل الفنيه اللي تحتاجوها للتنفيذ في بصيغه اكس ام ال. اما بالنسبه للمستند الثالث فكان في قاموس بيانات الفوتو الالكترونيه، ففي جميع الضوابط والقواعد المرتبطه بمعرفات حقول الفاتوره الالكترونيه. فكل حقل داخل الاكس ام ال راح يبين معاكم ايش هدفه وكيف الصيغه الملائمه له، بالاضافه الى بعض الضوابط او يسموها البزنس رولز او الفاليديشنز المتعلقه في الفيلز هذه. وفي النهايه اطلقنا بعض المعايير لتنفيذ مواصفات امن الفوتره الالكترونيه تحتوي على المتطلبات الفنيه والضوابط لختم التشفير ورمز الاستجابه السريعه وداله التشفير، ونتطلق بعض التفاصيل فيها في خلال عرضنا هذا. طيب هنا ندخل شوي تفاصيل في المراحل. مثل ما قلنا المرحله الاولى راح تبدا في 4 ديسمبر السنه هذه ان شاء الله، وهي مرحله نسميها مرحله الاصدار او الجنريشن. الهدف من هذه المرحله تحويل الفواتير اليدويه الى فواتير رقميه الكترونيه. في 4 ديسمبر ان شاء الله راح يتطلب من جميع الاشخاص الخاضعين للضريبه اصدار وتخزين الفواتير والاشعارات الضريبيه من خلال حلول الكترونيه وبصيغه الكترونيه. التطبيق راح يبدا في 4 ديسمبر لجميع المكلفين. راح يكون مطلوب منهم اصدار الفاتوره بالصيغه الالكترونيه، تخزين الفاتوره بالصيغه الالكترونيه، ويكون الفاتوره يكون في بعض الحقول الاضافيه، واهمها اللي هو الكيو ار كود، تمام، للفواتير المبسطه. الفواتير المبسطه هنا المقصود فيها طبعا هي موجوده في اللائحه، بس للتذكير الفواتير المبسطه اللي هي عاده تخدم ال بي تو سي او اللي هم البزنس تو كونسيومر اللي هو المستهلك النهائي. اما بالنسبه للمرحله الثانيه اللي هي مرحله الربط والتكامل فتح، راح تبدا مثل ما قلنا في 1 يناير في سنه 2023. في المرحله هذه راح يتم التكامل بين اجهزه والانظمه المسؤوله عن اصدار الفواتير لدى المكلفين مع انظمه الهيئه. وراح يكون البدء في 1 يناير ولكن حتكون على مراحل مثل ما قلنا، وراح يستهدف فيها الفئات بحسب جاهزيه الفئات، وراح يتم اشعار الفئات بوقت كافي ان شاء الله لتجهيز انظمتهم. بشكل عام الطلبات العامة حتكون المرحلة الثانية، أول شيء إصدار الفاتورة بصيغة XML أو PDF/A3 وتضمن صيغة XML. إحنا في المرحلة الأولى 4 ديسمبر ما راح نتطلب صيغة معينة، أهم شيء تكون الصيغة إلكترونية، بينما في مرحلة الربط لازم يكون تحويل الصيغة إلى XML أو PDF/A3 متضمنة صيغة XML. برضو نفس الشيء الإصدار والتخزين، فالتخزين كمان لازم يكون في XML PDF/A3 وتضمنت صيغه الاكس ام ال. وطبعا في لما ندخل ان شاء الله في تفاصيل شكل الفاتوره، راح كمان تحتوي الفاتوره على مزيد من الحقول الاضافيه مثل خدمة التشفير. طبعا خدمة التشفير يهدف بتحقق من سلامه الفاتوره عند وصولها لخوادم الهيئه. نتطرق الان الى نموذج عمل الفاتوره الالكترونيه. قسمنا النموذج الى 4 محاور. المرحلة الأولى نتكلم 4 محاور، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. في المرحلة الأولى في عندنا الفواتير الضريبية العادية، وفي عندنا فواتير الضريبة المبسطة مثل ما قلنا اللي هي البي تو سي أو اللي هي تستهدف المستهلك النهائي. في المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الإصدار، الفواتير الضريبية بكل بساطة المورد لازم يصدر الفاتورة بالصيغة الإلكترونية ويشارك الفاتورة الإلكترونية مع المشتري. تمام. اما بالنسبه للفواتير المبسطه فنفس الشيء، لازم يصدر الفاتوره بالصيغه الالكترونيه وحفظها بالطريقه الالكترونيه، بالاضافه الى اضافه رمز الاستجابه السريعه او اللي هو ما يسمى بالكيو ار كود
اللي يعطي للعميل النهائي والمستهلك النهائي القابلية بنسخ أو تصوير الكيو آر كود ويعطيه معلومات أكثر عن الفاتورة. هذا المتطلب الوحيد الذي يعني ممكن يضاف في الحقول الإلزامية في الفاتورة الإلكترونية للمرحلة الأولى. أما بالنسبة للمرحلة الثانية راح يكون الموضوع أعقد شوي، راح يكون في ربط وتكامل بين أجهزة الموردين وأجهزة الهيئة. فحيكون عندنا تبدأ المرحلة من المورد بإصدار الفاتورة الإلكترونية. أي فاتورة يرسلها قبل لا يرسلها المشتري لازم يرسلها لأنظمة الهيئة، ولما توصل لأنظمة الهيئة، الهيئة بالدور راح تعمل بعض التحقق من الخانات الموجودة في الفاتورة، بعض الحقول تتأكد من سلامتها، وإذا كانت الحقول سليمة راح ترجع الفاتورة إلى المورد بحيث يقدر وقتها يشاركها مع المشتري. أما بالنسبة للفاتورة المبسطة المرحلة الثانية فشبيهة هي جدا بالمرحلة الأولى، ولكن مع إضافة حقول وإضافة الربط مع أنظمة الهيئة. بمعنى المورد لازم يرسل الفاتورة بالصيغة الإلكترونية يرسلها إلى العميل مع الكيو آر كود، وأيضا يرسلها إلى الهيئة، بحيث أن الكيو آر كود الآن راح يصير شوية أعقد. هنا راح يصير في ربط بين الكيو آر كود مع أنظمة الهيئة، فبحيث أن العميل لما ينسخ الكيو آر كود راح يقدر يشوف أن الفاتورة هذه صحيحة ووصلت لأنظمة الهيئة فيتأكد من سلامتها. ناخذ المراحل بشكل سريع بين الفرق بين المرحله الاولى والمرحله الثانيه. بالنسبه للفواتير المبسطه، الخطوه الاولى يقوم النظام المورد باصدار ملف الفاتوره بالتنسيق الالكتروني، ويقوم المورد بمشاركه الفاتوره الالكترونيه مع المشتري باي طريقه يبغاها، ما في طريقه معينه. بينما لما ننتقل للمرحله الثانيه اللي هي الربط والتكامل، راح يصير هنا انظمه الهيئه حتكون في النص، بمعنى ان المورد لازم يشارك الفواتير بالصيغه المطلوبة اللي هي بصيغة الـ XML مع الخيانة مع الخانات المطلوبة في الفاتورة، مشاركتها مع أنظمة الهيئة، حيث الهيئة راح تقوم بمسح سريع على الفاتورة وتأكد من سلامتها، وإضافة ختم إلكتروني على الفاتورة بحيث لما يقدر المورد يشارك الفاتورة مع المشتري، المشتري يقدر يتحقق من سلامة الفاتورة بالربط مع أنظمة الهيئة. فباستخدام استخدام التشفيره راح يقدر المشتري انه يتحقق من سلامه الفاتوره بالربط مع الهيئه. فهذا الفرق بين المرحله الاولى والمرحله الثانيه بالنسبه للفواتير الضريبيه. اما بالنسبه للفواتير الضريبيه المبسطه، فمثل ما قلنا انه العميل انه البائع راح يقوم باصدار الفواتير بالتنسيق مع رمز الاستجابه السريع اللي هو الكيو ار كود، ويتم ارسالها للعميل، ويتم حفظ الفاتوره بالصيغه المطلوبه، ولا يلزم إرسال فاتورة إلى منصة الهيئة، فقط إلى العميل. والعميل لما يمسح الكيو آر كود أو رمز الاستجابة السريعة راح يطلع له بعض تفاصيل الفاتورة وفقط، يعني ما في معلومات أخرى بدون ربط مع الهيئة. أما لما ننتقل للمرحلة الثانية واللي هي الربط والتكامل، راح يقوم النظام فوتو ثمور بإرسال الفاتورة للعميل بالإضافة إلى إرسالها إلى منصة الهيئة، حيث أنه بالصيغة المطلوبة طبعا اللي هي الـ XML، ويكون لازم يكون بشكل آلي وخلال 24 ساعة مو أكثر من إصدار الفاتورة. وبالنسبة للكيو آر كود، فالكيو آر كود الآن راح يقدر العميل يمسح الكيو آر كود وراح يقدر يعرف تفاصيل الفاتورة أكثر، ويتأكد أن الفاتورة سليمة وتم استلامها من قبل الهيئة. ننتقل الآن إلى المتطلبات التقنية. فصلنا المتطلبات التقنية بحسب المرحلة وبحسب نوع الفاتورة. فنبدأ بالفاتورة الضريبية. المرحلة الأولى هي مرحلة الإصدار اللي هي في 4 ديسمبر السنة هذه بإذن الله. وسيلة إصدار الفاتورة حتكون الفواتير، يجب إصدار الفواتير والإشعارات المرتبطة بها من خلال الوسائل الإلكترونية. مثل ما قلنا من أول، أي شيء يدوي أو أي شيء عن طريق الماسح الضوئي لا يعتبر نظام إصدار فاتورة إلكترونية، لا لازم يتحول إلى أنظمة إلكترونية. بالنسبة للحقول الفاتورة، يجب أن تحتوي الفواتير والإشعارات المرتبطة الحد الأدنى من الحقول الإضافية المطلوبة. صيغة الفاتورة لا يوجد صيغة معينة، هنا ما نشترط احنا هنا تكون XML أو PDF في المرحلة الأولى. أما بالنسبة لرمز الاستجابة السريع اللي هو الكيو آر كود، فبالنسبة للفواتير الضريبية العادية هو اختياري وليس إجباري. أما بالنسبة لختم التشفير هو غير مطلوب. حالة التشفير، إدالة التشفير غير مطلوب. الرقم التعريفي الموحد عالميا هو الـ UUID برضه غير مطلوب. العدد غير قابل للتلاعب أو Tamper Resistant Counter برضه غير مطلوب. ولو تلاحظوا هنا الخصائص في المرحلة الأولى جدا قليلة،
حبينا انه يعني المرحله الاولى تكون تمهيدا للمرحله الثانيه، فما حبينا نحط يعني عبء كبير على المكلفين في تنفيذ الفوتره الالكترونيه. بالنسبه للاتصال طبعا بالانترنت والربط التكامل برضو غير مطلوب بحكم انه ما في اي ربط مع الهيئه، فهو غير مطلوب في المرحله الاولى. اما بالنسبه للمرحله الثانيه فان الامور راح تزيد تعقيدا نوعا ما. الفاتوره طبعا يجب اصدارها من النظام عن طريق نظام الكتروني، يجب ان تحتوي الفواتير والاشارات المرتبطه بالحقوق الاضافيه المطلوبه. وهنا بالنسبه للصيغه صار في تحول، وصارت الان الصيغه اجباري تكون بصيغه الاكس ام ال او البي دي اف سلاش اي 3 متضمنا الاكس ام ال، ويجب ان يتم مشاركتها مع الهيئه. اما بالنسبه للكيو ار كود فاصدار وطباعه رمز الاستجابه السريعه الذي يحتوي المعلومات المطلوبه اجباري، لازم يكون في الكيو ار كود. بالنسبه للكريبتوغرافيك ستام او الختم التشفيري يجب ان يتم تطبيق ختم تشفيري من خلال حل منصه هيئه الزكاه والضريبه والجمارك. فهنا احنا نقول انه لما ترسل الفاتوره الى انظمه الهيئه لازم يكون فيها ختم تشفير. برضو بالنسبه للهاش او داله التشفير الحقل هذا الزامي، وراح موجود تفاصيل ان شاء الله نشوفه بعدين. برضو بالنسبه لرقم التعريف الموحد يجب ان يكون النظام قادر على انشاء رقم تعريف موحد او يو اي دي للفاتوره والاشعارات المرتبطه بها وتطبيقه على الفاتوره. اما بالنسبه لعداد غير قابل للتلاعب او التامبر ريزيستنت كاونتر، يجب ان يحتوي الحل على عداد غير قابل للتلاعب الذي يعني يعطينا ضمان ان التسلسل الفواتير صحيح وما في اي خلل. اما بالنسبه للخصائص الوظيفيه الاضافيه المحظوره فتغيير الوقت غير مسموح فيه، واستخراج او نقل المفتاح الخاص بختم التشفير غير جائز. بالنسبه للحفظ والمعالجه، تصدير الفواتير الالكترونيه والاشعارات الالكترونيه الى ارشيف محلي غير متصل بالانترنت، فهذا كمان واحده من الخصائص الملزمه في مرحله الربط والتكامل. بالنسبه للاتصال، بما انه الان يجب ارسال الفواتير الى انظمه الهيئه، فيجب ان يكون الحل التقني او النظام التقني عند المكلف قادر على الاتصال بشكل مشفر، مثل الستاندرد اللي يسموه TLS. ويجب ارسال جميع الفواتير والاشعارات في نفس الوقت التي تمت اصدارها فيها، فحتكون بريل تايم، بمعنى انه ما لازم ما يكون في تاخير بين اصدار الفاتوره وارسالها الى انظمه الهيئه، لانه ما راح يكون ما راح نسمح لاي فاتوره تروح للمشتري بدون ما تمر على انظمه الهيئه. طبعا حيكون في ربط عن طريق واجهه برمجه التطبيقات الخارجيه اللي هي تسمى بالاي بي ايز. الى الان ما نشرنا تفاصيل الاي بي ايز، ولكن ان شاء الله في القريب العاجل راح يتم نشرها بحيث يتم اختبارها من قبلكم. اما بالنسبه لفواتير الضريبه المبسطه، ففي المرحله الاولى مثل ما قلنا الحقول الالزاميه مثل الموجوده حاليا، بالاضافه الى التاكد من ان النظام المصدر الفاتوره هو نظام الكتروني وليس نظام يدوي، بالاضافه الى الكيو ار كود، يجب اصدار وطباعه رمز الاستجابه السريعه او الكيو ار كود الذي يحتوي على الحد الادنى من المعلومات الالزاميه. اما بالنسبه لبقيه المتطلبات فهي غير مطلوبه. لكن لما نوصل لمرحله الربط ان شاء الله اللي حتبدا في 1 يناير 2023، فيجب ان تحول صيغه الفاتوره الى اكس ام ال او بي دي اف اي 3 مع ملف اكس ام ال متضمن فيها، ويبدا ارسال كمان او تضمين ختم التشفيره او الكريبتوغرافيك ستامب، وتضمين كمان حقل داله التشفير واليو يو اي دي والتامبر ريزيستنت كاونتر وكل الامور هذه. وبالاضافه طبعا اللي هو مثل ما قلنا في الفاتوره العاديه اللي هو القدره على الاتصال بالانترنت الامن مثل تي ال اس، بالاضافه الى الارتباط بانظمه الهيئه عن طريق الاي بي ايز. هنا نظره سريعه على الكيو ار كود والفرق بين الكيو ار كود في المرحله الاولى والمرحله الثانيه. في المرحله الاولى راح تكون معلومات جدا بسيطه بحكم ما في ربط الى الان مع انظمه الهيئه، راح يكون فيها فقط اسم المورد، رقم تسجيل ضريبة القيم المضافة للمورد، الطابع الزمني للفاتورة أو الإشعار، التاريخ والوقت يكونوا مع بعض، إجمالي الفاتورة أو الإشعار مع ضريبة القيم المضافة، إجمالي ضريبة القيم المضافة. هذا بالنسبة للمرحلة الأولى. أما بالنسبة للمرحلة الثانية اللي هي فيها الربط والتكامل، فراح تزيد الحقول هذه 4 حقول إضافية. الحق الأول راح يكون دالة التشفير أو الهاش للفاتورة والإشعار الإلكتروني، ختم التشفير اللي هو الكريبتوغرافيك ستام، بالإضافة إلى المفتاح العام المستعمل لختم التشفير هو البابليك كي، إضافة إلى ختم التشفير الخاص للمنصة المستخدمة من قبل الهيئة للمفتاح العام للحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والشعارات الإلكترونية.
ننتقل الآن إلى الوثائق التقنية اللي تم نشرها في 28 مايو الماضي. مثل ما قلنا كان في قرار إداري في الملحق الأول متطلبات الفنية للحل التقني، بالإضافة إلى الملحق الثاني هو حقول الفواتير الإلكترونية والإشارات. أما بالنسبة للوثيقة الثانية قاموس البيانات الفواتير الإلكترونية فيحتوي على أسماء وتعريفات وسمات عناصر البيانات جميعاً. أما بالنسبة للوثيقة الثالثة فهي معايير تنفيذ الXML للفواتير الإلكترونية، يحتوي على متطلبات الفاتورة الإلكترونية على المكلفين الامتثال بها. أما بالنسبة للوثيقة الرابعة فهي معايير تنفيذ مواصفات أمن الفاتورة الإلكترونية، يحتوي على متطلبات أمن المعلومات الفاتورة الإلكترونية التي على المكلفين الامتثال بها. في بعض الوثائق الأخرى طبعاً وثائق تعليمية وأسئلة شائعة ممكن تكون يعني شائعة بين الموردين أو بين المكلفين، يتم إجابتها بشكل دوري على موقع الهيئة. فنحثكم جميعاً صراحةً للاطلاع على هذه الوثائق التقنية، فيها معلومات ثرية جداً راح تعطيكم تفاصيل أكثر عن تنفيذ الفوتو الإلكترونية في أنظمتكم. يعني بالنسبة لنا إحنا المشروع هذا جداً ضخم ويعتمد اعتماد كبير على شركاء النجاح اللي هم أنتم الممثلين عن الشركات أو الموردين الحلول التقنية باتباع المعايير اللي نشرناها، بحيث أنه يسهل عملية الانتقال من الفوترة العادية إلى الفوترة الإلكترونية لجميع المكلفين لدينا. الآن ننتقل للأسئلة والأجوبة. اللي عنده أي سؤال بالله يكتب لنا في الشات بحيث نقدر نجاوب عليها. طيب في عندنا السؤال الأول، كيف ستكون عملية الربط؟ أي من خلال واجهة برمجة التطبيقات أو الويب؟ نعم سيتم الربط من خلال الـ APIs، مثل ما قلنا إحنا شغالين الآن على تجهيز الـ APIs للعموم، بحيث إنه ننشرها للعموم يقدروا يجربوا بأنفسهم. بالإضافة راح يكون عندنا زي بيئة اختبارية نسميها ساند بوكس، تسهل عليكم اختبارات أنظمتكم وموائمتها للمتطلبات، بحيث تكون سهلة لكم وجاهزة للنشر بعد ما تحققوا من سلامتها. طيب عندنا السؤال الثاني، هل يجب أن تضم بيانات XML صورة QR كود أو بيانات QR كود؟ لا، هنا نتكلم عن البيانات فقط وليس الصورة الفعلية QR كود. وفي سؤال آخر يقول، هل يتم مسح QR كود عبر تطبيق متخصص للهيئة أم عن طريق أي كاميرا أو أي تطبيق؟ الجواب هنا حيكون عن طريق تطبيق للهيئة. الهيئة راح توفر تطبيق قادر على المسح واستخراج المعلومات من QR كود المطبق، فهو ما هو طلب أو ما هو يعني مسؤوليتكم، هي مسؤولية الهيئة بتوفير التطبيق والخدمة هذه. طبعا نفس الخدمة هذه أو يعني الستاندرز اللي حاطينها إحنا هتكون مفتوحة، بحيث إنه أي تطبيق ممكن يستخدم نفس الألغوريثم ويعطي نفس النتيجة، فما راح يكون حصري للهيئة، أي واحد يقدر يطبقه، ولكن الهيئة راح يعني تلتزم على توفير الخاصية هذه للمكلفين. في عندنا سؤال هنا يتكلم عن الحفظ الفواتير، فهل مدة حفظ البيانات والفواتير الإلكترونية مدتها 5 سنوات أيضا؟ طبعا هنا احنا ما غيرنا على لائحة الضريبة القيمة المضافة الحالية، فهي نفس اللي في اللائحة، فلو نرجع للائحة راح تلاقي الجواب هذا موجود. طيب عندنا سؤال آخر يقول، هل يمكن إصدار نوعين من الفواتير اللي هي الفواتير المبسطة وفواتير ضريبية لنفس المكلف ولنفس النظام المستخدم وذلك وفقا لقيمة الفاتورة؟ نعم وفقا لضوابط الأحكام. فإذا كان الفاتورة تقع تحت مظلة الفواتير المبسطة فممكن، وإذا كانت تقع تحت مظلة الفواتير الضريبية العادية فهي نعم ممكن. في سؤال آخر نتكلم عن، بعد إصدار الفاتورة ونشرها هل يمكن التعديل عليها وإلغاها إن وجد فيها خطأ؟ حسب اللائحة التنفيذية لا يمكن، ولكن في عندنا خاصية الإشعار الدائن أو المدين أو اللي يسموه كريدت أو ديبت نوت، بمعنى إذا أصدرت فاتورة إلكترونية وكان عندك رقم مرجع للفاتورة وتحب تلغيها مثلا أو تنقص المبلغ، لازم تصدر إشعار دائن أو مدين مربوط بالفاتورة الأولى، معناته فيها الرقم المرجع للفاتورة الأولى، بحيث أنك تقدر تعدل المبلغ عليه، ولكن حذف الفاتورة نفسها لا، هذا غير جائز. في عندنا أسئلة أخرى.
طيب تجينا أسئلة كثير بخصوص اللي هو الحلول التقنية وكيف الاعتماد بالحلول التقنية. إلى الآن إحنا ما أعلن عن آلية النشر وآلية التأكد من الحلول التقنية هي الموائمة والمطابقة للشروط، بس إن شاء الله أول ما يتم اعتماد الطريقة راح ننشرها لكم إن شاء الله وتصيروا تقدموا عليها من خلال التواصل إن شاء الله. إذا في أي أسئلة أخرى يا إخوان. إذا بعض الأسئلة تتكلم عن الـ XML وإذا كان في أمثلة، نعم راح تقدر تلاقي أمثلة بالنسبة للـ XML والحقول المطلوبة في الـ XML وشرح عن كل حقل. بمعنى يمكن الحقول ما تكون واضحة من البداية ولكن راح تلاقي شرح تفصيلي عن كل حقل. وإذا كان لسه عندكم أسئلة رجاء تواصل معنا لتوضيح أي إشكالية عندكم. كان سؤال آخر بيتكلم عن الـ QR كود أو رمز الاستجابة السريعة. المرحلة الأولى هل هو حيكون مسح عن طريق الكاميرا العادية أو عن طريق تطبيق الهيئة؟ لا، حيكون هو عن طريق تطبيق الهيئة أو أي تطبيق يتم تطويره من أطراف خارجية تتوافق مع الخصائص. فالمكلف غير مجبور على توفير هذه الخاصية، الخاصية هذه راح توفرها الهيئة أو أي جهة خارجية توافق مع الخصائص. برضه تجينا أسئلة عن الإلغاء وحذف أو تعديل الفواتير. مثل ما قلنا لازم يعني حسب اللائحة الحالية لا يستطيع المكلف بإلغاء الفواتير، ولكن يمكن التعديل عنها الطريق إصدار الفواتير الدائن والمدين بالربط مع الرقم المرجع للفاتورة الأصلية. عندنا سؤال يتكلم عن المتطلبات وهل يمكن الالتزام بالمتطلبات المرحلة الثانية في خلال المرحلة الأولى. نعم، احنا بالعكس يعني التواريخ هذه وضعت لإعطاء فرصة للجميع، ولكن إذا كان عندكم القدرة تنفذوا المتطلبات جميعها بدون الربط في المرحلة الأولى فهذا بالعكس شيء محبذ. في هذا السؤال تكلم عن الـ XML مرة ثانية، هل سوف يكون أمثلة تطبيقية عن الـ XML والصيغة المطلوبة؟ نعم، سيتم مشاركة بعض الأمثلة قريبا بإذن الله فيها كل التفاصيل، توضح لكم إن شاء الله الطرق اللي نبي فيها الـ XML. في سؤال تكلم عن الختم التشفيري، كيف يتم استخراج ختم التشفير ومفاتيح الترخيص؟ طبعا أول ما يوضع الختم التشفير في الجهاز بالمحظور استخراجه. أما بالنسبة كيف إنشاء الختم التشفيري فهو حيكون من الجهاز نفسه وتسجيله مع موقع الهيئة إن شاء الله. التفاصيل هذه كلها إن شاء الله راح ننشرها في القريب العاجل، هذه كلها متعلقة طبعا بالربط. في عندنا سؤال يتعلق بالـ UUID،
كيف يتم توليد الـ UUID؟ هل هو من قبلنا أو من جهتكم؟ حيكون لا من جهة الحل التقني المستخدم إصدار الفاتورة الإلكترونية نفسه، فمن جهة المكلف. أسئلة أخرى تتعلق بالربط وكيفية الاختبارات. إلى الآن ما نتلقى الاختبارات، ولكن يعني ثقوا إن شاء الله حيكون في وقت متسع من الوقت الاختبارات، وراح يتم تزويدكم بجميع المستندات المطلوبة للربط، بالإضافة إلى بيئة تجريبية تقدر تختبروا فيها النظام وتأكدوا من سلامته قبل ما تنشروه في السوق. في عندنا سؤال يتعلق بالمرتجعات. إذا في مرتجع على فاتورة والتي تم إصداره يسمع عليه نفس رقم الفاتورة، ولا طريقة الإشعار حتكون كيف للمرتجعات؟ طيب الجواب هو يصدر إشعار موضح بها رقم الفاتورة الأصلية، فلازم يكون الفاتورة الأصلية أو الرقم المرجع للفاتورة الأصلية موجود في إشعار الارتجاع. طبعا في عندنا اسئله، بعض الاسئله تتعلق بالمعلومات في الفاتوره، هل يمكن اضافه معلومات اضافيه للفاتوره؟ نعم تستطيع اضافه معلومات اضافيه. المعلومات المطلوبه من خلال الفاتوره الالكترونيه او من خلال اللائحه هذه المينيموم او يعني اقل المعلومات المطلوبه. فممكن اضافه معلومات تشوفوها مثلا تفيد العمل عندكم او تزيد النتيجيه، في هذا شيء راجع لكم، ممكن تضيفوا اي معلومات اضافيه. يقول هل يلزم برنامج سحابي للمرحلة الأولى؟ لا يلزم برنامج سحابي لا في المرحلة الأولى ولا المرحلة الثانية، هذا شيء اختياري راجع للمكلف. في سؤال يقول بالنسبة للفترة المتاحة لإرسال الفاتورة للهيئة بأنها 24 ساعة، فهل يعني هذا إمكانية مشاركة الفاتورة مع العميل قبل إرسال الهيئة؟ نعم يمكن إرسال الفاتورة، بس هذه الفاتورة المبسطة نتكلم، الفاتورة المبسطة يمكن مشاركتها مع العميل قبل الإرسال للهيئة. في سؤال يقول أين أجد قائمة مزودي الخدمة لتوفير خدمة الفواتير الإلكترونية لمكاتب المحاسبة والمحاماة؟ إلى الآن القائمة ما هي موجودة، إلى الآن ما فتحنا أو ما عمدنا آلية الإدراج في القائمة. أول ما تكون عندنا الصورة واضحة إن شاء الله راح ننشرها بحيث إنه يتم التعميد. سؤالنا جدا مهم، بالنسبة للمنشأة التي تحتوي على أكثر من نقطة بيع، هل ستقوم كل نقطة بيع بالاتصال بالهيئة أو يجب أن يكون هناك نظام واحد للمنشأة مرتبط بالهيئة؟ يعني يعتمد على طريقة عمل النظام، هل النظام ينشئ الفاتورة من نقاط البيع نفسها ولا ينشئ من النظام الواحد أو ممكن ما يسمى بالـ ERP؟ فالنظام المسؤول عن إنشاء الفاتورة الأساسية هو الذي يجب أن يرتبط بالهيئة.
اسئله كثيره وارده بخصوص اللي تسلسل الفواتير. انا يعني ودي احرص على قراءه الملفات واللي نشرناها، راح توضح كثير كيفيه استخراج الارقام المتسلسله سواء من جهاز واحد او من عده اجهزه. فجدا مهم انه تكون الصوره بالنسبه لكم واضحه، واذا كان لسه عندكم اشكاليات او عدم فهم وتحدي في فهم المتطلبات، الرجاء التواصل معنا لتوضيحها. برضو تجينا أسئلة عن الـ UUID أو رقم تسلسلي، أتمنى أنكم تطلعوا على المرفقات الموجودة في الموقع اللي فيها تفاصيل التقنية، وإذا كان لسه الصورة ما هي واضحة لكم بالله يعني علمونا عشان نشوف نحاول نوضحها بطريقة أفضل. سؤال يقول: هل المقصود بمشاركة الفاتورة مع العميل إعطائه نسخة مطبوعة منها أم إشعاره برسالة نصية بها الرابط QR كود؟ لا، حتكون هي بالنسبة للQR كود يكون مطبوع على الفاتورة نفسها. إلى الآن توصلنا بعض الأسئلة بخصوص إلغاء الفواتير. المحظور إلغاء الفواتير، لا يمكن إلغاء الفواتير، وهذا في اللائحة حاليا، يعني ما هو متعلق حتى بالفواتير الإلكترونية. جميع الأسئلة راح نجمع جميع الأسئلة وإن شاء الله راح نرسل لكم جميع الأجوبة إن شاء الله متعلقة بأسئلتكم، راح توضح لكم بإذن الله تعالى. راح يتم مشاركتها إما عن طريق البريد للمسجلين أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. يتم ان شاء الله مشاركتكم جميع الامثله التوضيحيه للXML وكيف شكل الXML، وراح تسهل عليكم عملكم بشكل كبير ان شاء الله. وفي حال حتى الامثله ما كانت واضحه، الرجاء التواصل معنا لتوضيحها اكثر.
شاء الله العدد كبير جدا من الاسئله، فاحنا راح ناخذ جميع الاسئله هذه ونحاول نجاوب عليها كلها باذن الله وننشرها عن طريق الموقع او عن طريق البريد. شكرا لكم جدا على تعاونكم، واذا كان عندكم لسه اسئله لسه الباب مفتوح. ارجع اقول احثكم على قراءه المستندات المنشوره حاليا، فيها معلومات ثريه جدا عن الربط عن المتطلبات، وان شاء الله في المستقبل القريب راح نشارككم معلومات اخرى متعلقه في الربط وجاهزيه الربط باذن الله تعالى، فراح نبقى على تواصل باذن الله.